سؤال حلقة اليوم: من هو الصحابي الذي لقب بذو النورين؟ من هو الصحابي اللي خد لقب ذو النورين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك على اليوتيوب، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. النهاردة هنتكلم عن بطل ممكن كتير جدا من المسلمين أول مرة يسمع اسمه، هو البطل يوسف ابن تاشفين. يوسف ابن تاشفين ده بطل حرر الأندلس من السقوط أو أول. هو قائد معركة اللاذقة الذي أرعب ملوك أوروبا. إنه البطل يوسف ابن تاشفين أعظم ملوك دولة المرابطين. كانوا ملوك الأندلس المسلمين في حالة تناحر شديد كالعادة، لما يكون المسلمين للأسف بيتنافسوا على الحكم وسايبين الرعية وسايبين العدو، وكل منهم يستأثر بالملك، عايز الملك لنفسه. فأصابهم الذل والهوان حتى تجرأ ملوك أوروبا عليهم واحتلوا الكثير من مدن الأندلس، ما أشبه الليلة بالبارحة. وبعد أن ملوك أوروبا يدفعون الجزية لهم، أصبحوا هم من يأخذون الجزية من ملوك المسلمين. يعني كانت الأول أوروبا بتدفع الجزية وهي صاغرة، دلوقتي هم اللي بياخدوا من المسلمين الجزية عشان خاطر ما يحاربهمش. وفي هذا الوقت كان هناك أمير دولة المرابطين يفتح البلدان وينتصر الانتصارات تلو الأخرى وذات صيته، إلى أن أرعب أوروبا بأسرها. شوف أوروبا بتخاف من مين؟ من اللي ما بيبصش لدنيا ولا الكرسي، بتخاف من اللي بيجاهد ويفتح البلدان، هم دول اللي بيعملوا الحساب. فاجتمعت ملوك الطوائف في الأندلس بعد أن أصابتها الذل من الغرب الصليبي، واتفقوا على أن يبعثوا إلى أمير دولة المرابطين البطل يوسف كي ينقذهم من هذا الذل والهوان الذي لحقهم. بعثوا له انجدنا، ده بكل بطل بيحتاجوا له لما يكونوا عايزين، لما تلاقي خلاص المصيبة حلت عليهم. فما أن وصلت رسالتهم إليه حتى أسرع بجيشه لينقذ إخوته المسلمين ويحرر أخواته الأسيرات في سجون الصليبيين، فاستقبله أهل الأندلس بالترحاب. أول ما جات له الرسالة على الفور طلع على بلاد الأندلس عشان خاطر يساند الإخوة المسلمين. فتقدم بجيش مكون من 30,000 مقاتل إلى مكان يقال له اللاذقة، فسمع الفاتيكان بالخبر اللي هو دلوقتي في إيطاليا، فأعلنوا حالة النفير في جميع أرجاء أوروبا. أول ما سمعوا أن يوسف ابن تاشفين رايح الأندلس، أو ابن تاشفين رايح الأندلس، بجري إد أمر لكل أوروبا، وأرسل باب الفاتيكان رسالة إلى كل الكاثوليك، اسمع بيقول لهم إيه، يعدهم بالغفران وقصر بالجنة، كأن الجنة دي بتاعة أبوه، بيعودهم ان هم يديهم الغفران ان هم مغفور ليهم وقصر في الجنة لكل من يشارك في هذه المعركة. فتجمع الفرسان من جميع انحاء اوروبا، من فرنسا وايطاليا وانجلترا والمانيا، بقيادة الفونسو السادس، بجيش فيه احدث الالات الحربية، حتى اختر الملك الفونس وقال، اسمع مقولة هذا الكافر: بهذا الجيش أقاتل الجن والإنس، وأقاتل ملائكة السماء، وأقاتل محمد وأصحابه. شوف الهوان اللي دب في المسلمين خلى كافر زي ده يقول كده، إن الجيش بتاعي يحارب أي حد، حتى الملائكة في السماء، حتى محمد وأصحابه. وفي منتصف ليلة المعركة رأى عالم جليل يسمى بين رمية رؤية رائعة، ذهب بها مسرعا إلى الأمير يوسف وقال له: أيها الأمير، لقد رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: يا ابن رمية،
إنكم منصورون وإنك ملاقينا. ربنا هينصركم وانت هتلاقيني، يعني هو هيستشهد. فكبر ابن تاشفين تكبيره أيقظ الجنود، فأمر الجند أن يقرأوا سورة الأنفال وأن يصلوا قيام الليل، فتعانقوا الجنود فرحا بهذه الرؤية وأجهشوا بالبكاء. أجهشوا بالبكاء من شدة الفرح من الرؤية الصالحة اللي هو شاف النبي. مين اللي قال له أنت ربنا هينصرك؟ النبي. ومن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقد رآه حقا. ودارت المعركة وانتصر المسلمون لأول مرة منذ 10 سنوات، ولم يبقى من بين 60,000 صليبي، اسمع، إلا 100 فقط، من بينهم ألفونسو السادس بساق واحدة هربا من جيش المسلمين، وبعدها بسنة مات بالغم والنكد. ثم انهالت عليه الفتاوى، على مين؟ على يوسف، أن يضم الأندلس إلى دولة المرابطين تحت قيادته. فتاوى من علماء المسلمين بيحسون ان هو يضم دولة المرابطين مع دولة الأندلس. بيقول لك فقبل على مضض خوفا من الإثم، يعني رضي ان هو يضم دولة المرابطين مع دولة الأندلس، خايف لا يكون يقع في إثم ان هو يفرق المسلمين مرة أخرى. دائما يكون حالنا إذا تمسكنا بديننا ننتصر، لو احنا تمسكنا بديننا ننتصر على أقوى قوى الأرض، وإذا تخلينا عن ديننا ينتصرون علينا ويذوقون أشد الويلات. فاختر لنفسك أي حال تريد. عايز نصر من ربنا تمسك بدينه، عايز نصر من العداء اتخلى عن دينه. دي قصة البطل اللي كتير مننا ما يسمعش عنه، يوسف ابن تاشفين قائد دولة المرابطين ومحرر دولة الأندلس. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنسوش الإجابة على السؤال من هو الصحابي الذي لقب بذي النورين. تنسوش الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم، مع قناة اعرف دينك.